أهلا بكم مشاهدينا، وهذه التغطية المفتوحة لتطورات الأحداث في لبنان، حيث تتواصل وسط العاصمة اللبنانية التظاهرات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت وإجراء تحقيق شفاف. وقد قتل شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط بيروت، فيما أصيب عشرات المتظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن. وأطلقت هذه القوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب مقر البرلمان. وقد ندد المتظاهرون بما وصفوه بالإهمال والفساد في مؤسسات الدولة، مطالبين باستقالة الحكومة. من جانبها، دعت قيادة الجيش اللبناني إلى ضبط النفس والتعبير بشكل سلمي وتجنب الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، فيما طلبت قوى الأمن الداخلي من المتظاهرين عدم التعرض لعناصرها الذين قالت إنهم يقومون بواجبهم للحفاظ على الأمن. وينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت أمين عام الصليب الأحمر سيد جورج كتاني. أحييك سيد جورج، وأرجو أن تطلعنا مبدئيا على الأخبار، خصوصا المتعلقة بعدد المصابين جراء التظاهرات أو المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن. سيد الصليب الأحمر قام بإخلاء 65 إصابة بحاجة للمستشفيات، إضافة لأكثر من 185 إسعاف على الأرض وقتيل من القوى الأمنية. هل لديك معلومات سيد جورج، القتيل في صفوف القوات الأمنية كيف وقع قتيلا؟ يعني هل ضرب برصاص حي؟ بحادث بمهمته، بس ما عندنا تفاصيل كفاية. بس كل الإصابات هي بأضرار من الطرفين، في إصابات من القوى الأمنية ومن المتظاهرين. ذكرت لي أن هناك ما يقرب من 65 إصابة حتى هذه اللحظة، هل من بينهم إصابات خطيرة سيد كتاني؟ في إصابات مهمة، يعني منها خطيرة، جدا مهمة، وال175 إصابات عولجت على الأرض وليست بحاجة إلى نقل إلى المستشفيات. تتوقع المزيد من الإصابات خلال الساعات القليلة القادمة؟ نعم. أنتم يعني ما الدور الذي تقومون به الآن على الأرض من خلال الصليب الأحمر سيد كتان؟ معالجة الإصابات من الطرفين ونقلها إلى المستشفيات. طيب، كانت هناك دائما إشكالية في استقبال المصابين في المشافي وما إلى ذلك جراء انفجار المرفأ منذ أيام قليلة، هل لازالت هذه الإشكالية موجودة أم أن المستشفيات تستوعب الإصابات الجديدة؟ المستشفيات التي تتضررت لا تقدر أن تستقبل، المستشفيات الأخرى استوعبت الإصابات، بس لأنه بعدها 65 ل 100 حالة، يعني في حالات عليت وطلعت من المستشفى، وفي حال في إصابات تانية رح تطلع خارج ببيروت، رح ننقلها خارج بيروت. هل هناك أي احتياج لفكرة التبرع بالدماء أو غيره، أم أن هذا غير وارد؟ أبدا، الصليب الأحمر بجهوزية كاملة وفي عنده احتياط كافي لجميع المستشفيات. نعم، طيب فيما يخص الفرق، كم من الفرق من فرق الصليب الأحمر هي موجودة على الأرض الآن سيد كتاني؟ 25 سيارة إسعاف يقومون بنقل الإصابات نتيجة المظاهرات. تمام، أشكرك شكرا جزيلا على إتحال سيد جورج كتاني أمين عام الصليب الأحمر، كنت معي عبر الهاتف من بيروت. مشاهدينا الكرام، تأتي هذه التطورات في ما اقتحم محتجون غاضبون جمعية المصارف في بيروت، كما اقتحم متظاهرون مقر وزارة الخارجية اللبنانية في الأشرفية، فيما شهدت عدة مناطق من العاصمة مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن. من رحم أحزانهم خرج اللبنانيون إلى الشوارع، نفضوا الغبار الذي تراكم عليهم من ركام منازلهم والأنقاض، واستوعبوا هول كارثة فقد الأحبة. بعد يومين من الانفجار الكبير في مرفأ بيروت والذي أودى بحياة أكثر من 158 قتيلا على الأقل، كما شرد مئات الآلاف وسبب دمارا واسعا في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة،
لم يبقى أمامهم إلا الشوارع يقولون، والتي ينطلقون منها بغضب عارم على الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد، كما يحملونها مسؤولية التقصير والتسبب في أكبر فواجع البلاد على الإطلاق. من ساحة الشهداء في قلب العاصمة اللبنانية بدأت غضبتهم تحت عنوان يوم الحساب، منددين بما وصفوه بالإهمال والفساد في مؤسسات الدولة، ومطالبين باستقالة الحكومة، كما دعوا إلى إجراء تحقيق شفاف وبتحديد المسؤوليات وإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن الانفجار. وزارة الخارجية الثوار دخلوا. المحتجون الغاضبون اقتحموا مقر وزارة الخارجية في الأشرفية ببيروت، كذلك تجمع عدد من الشبان أمام أحد المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان، حيث قاموا برشق القوى الأمنية بالحجارة، والتي ردت بدورها بالقوة والغاز المسيل للدموع بدعوى منعهم من اقتحام المبنى. أما الجيش فعبرت قيادته عما سمته تفهمها لوجع اللبنانيين، لكنها في الوقت ذاته ذكرت هؤلاء ممن قتل ذووهم ودمرت بيوتهم وشردوا ليفترشوا الأرض ويلتحفوا السماء، ذكرتهم بضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاج وعدم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة. على الصعيد السياسي، أعلن رئيس حزب الكتائب في لبنان النائب سامي جميل استقالة نوابه الثلاثة من البرلمان، كذلك فعلت النائبة بولا يعقوبيان، لينضم بذلك إلى النائب مروان حمادة من كتلة اللقاء، والذي كان قد أعلن استقالته يوم الأربعاء الماضي مطالبا بلجنة تحقيق دولية في انفجار المرفأ الأهم في البلاد. قبيل أيام من الانفجار الكارثة كان اللبنانيون على موعد مع عيد الجيش، وفي حفله تم اجتزاء كلمة الثورة من قصيدة كتبها الراحل نزار قباني وغنتها ماجد الرومي، لكن يبدو أن غضب اللبنانيين قام من تحت الردم وتمخض ليلد الكلمة المخيفة أمرا واقعا على الأرض. من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن البلاد تعيش على وقع كارثة ضخمة تركت آثارا مدمرة، وأضاف أن لبنان لا يحتمل المزايدات ويجب تنحية الحسابات السياسية، كما أعلن عن سعيه لحل وطني ينقذ البلاد. وكشف دياب أن كارثة مرفأ بيروت كانت نتيجة للفساد وسوء الإدارة لسنوات، معلنا أنه سيتحمل مسؤولية الحكومة مدة شهرين حتى تصل الأحزاب السياسية الاتفاق، وأكد نيته طرح مشروع قانون الانتخابات المبكرة على مجلس الوزراء. كلنا موجوعين، كلنا مجروحين، معالجة المصيبة اللي ضربت البلد مسؤولية كبيرة. ما حدا يعتقد إنه الوضع اللي نحن فيه ممكن يقدر حدا يتحمله وحده، بس البلد ما بيحتمل مزايدات. الوجع كبير، والمطلوب من الكل يتركوا حساباتهم الانتخابية والخطابات الشعبوية على جنب. المطلوب بهيدي الأيام إنه يكون في مسؤولية وطنية. البلد عم بعيش كارثة ضخمة أكبر بكتير من قدرته على تحملها. نحن عم نمر بمصيبة كبيرة وبمرحلة صعبة كتير. مع ذلك على مدى 4 أيام أخبار كاذبة بتحاول تمنع المساعدات عن لبنان. معقول في حدا عنده حد أدنى من الانتماء الوطني والإحساس بالمسؤولية ومكرس كل وقته للأخبار الكاذبة؟ شيء معيب. الحزن مغطى لبنان والناس موجوعة والبلد بحاجة لكل مساعدة ودعم.
وما زالت مشاهدينا الكرام تظاهرات يوم الحساب مشتعلة في عدد من مناطق وسط بيروت الآن كما ترون على شاشتنا، والتي بدأت قبل ساعات وأسفرت عن ما يقرب من 300 مصاب حتى هذه اللحظة، بعضهم نقل إلى المشافي والبعض الآخر عولج من خلال الصليب الأحمر على الأرض. وكما سيأتي في وقت لاحق من هذه التغطية، هذه التظاهرات بالفعل قد استطاعت أن تدخل إلى مقر وزارة الخارجية وتستولي عليه حتى هذه اللحظة، وجمعية المصارف اللبنانية أيضا، ونحن معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة من وسط العاصمة اللبنانية بيروت وتظاهرات يوم الحساب. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف من ساحة الشهداء ببيروت الناشط السياسي باسل صالح. أحييك سيد باسل. كما ينضم إلينا عبر سكايب من رياض الصلح الناشط السياسي بالحراك فارس الحلبي. أحييكما معي وأبدأ من رياض الصلح والناشط فارس الحلبي. فارس، ما هي الأجواء لديك الآن؟ مساء الخير. مساء النور فارس. أنا خرجت حقيقة منذ ساعة منذ دقائق من ساعة محيط ساحتي رياض الصلح وساحة الشهداء لأجري هذه المكالمة، ولكن ما يجري أن القوى الأمنية بمختلف أجهزتها من حرس مجلس النواب وقوى أمن اعتدوا على الناس، ضربوا الناس، ضربوهم في الخردق وفي الرصاص المطاطي. هناك مصابين أصدقاء لي، أحدهم تصاب في رقبته برصاص مطاطي وهو يخضع الآن لعملية لإزالة الرصاصة في مستشفى رزق في بيروت، وصديقي الآخر هو في يخضع لعملية لإزالة الخردق من قلبه وهو يعني تعرض لإصابة مباشرة، إصابة حقيرة من قبل حرس مجلس النواب. هذا الجو في ساحة الشهداء. أتت العالم لتقول كلمتها اليوم أنها هذه السلطة عليها الرحيل، هذه المنظومة بينت فشلها خلال فترة طويلة من الزمن. الانفجار أتى ليقول الكلمة النهائية. الناس مصرين على موقفهم اليوم وغد وفي كل الأوقات. هذه السلطة سقطت بكل المعايير، عليهم الرحيل. استمعنا لخطاب حسان دياب منذ قليل. حسان دياب إنسان تافه لا يجيد إدارة بلد ولا يجيد مع تحفظي على هذه الألفاظ فارس. وأنا كنت أسألك الحقيقة قبل أن تجيب، كيف كان أثر كلمة حسان دياب على المتظاهرين في وسط بيروت الآن؟ أنا أصف ما قاله الثوار، ما قالته الناس عن نعم. عن خطاب حسان دياب. تفضل فارس، أكمل تفضل. انتخابات نيابية مبكرة، وكأن الحل اليوم الانتخابات. هناك محاسبة يجب أن تتم بحق المنظومة الحاكمة. هذه منظومة قتلت الناس، هي لا تعترف الآن. استقلال، نرى استقالات حقيقية، لدينا بعض الاستقالات، ولكن على في هذه السلطة رؤوس هي تتحكم بالنظام، عليها الرحيل، عليها فهم ما جرى، عليها قراءة ما يقوله الناس. الناس رفعت المشانق اليوم في لبنان. كان الشعب اللبناني يردد دائما أنه فخور بإلغاء الإعدام، ومنذ عام 2003 نوعا ما ألغيت محاكم الإعدام، ولكن اليوم قالت كلمتها أنها ستعدم السياسيين، ستعدم رموز هذه المنظومة، هذه المنظومة التي قتلتنا كلنا في كل الأماكن، في بيروت وفي الجنوب وفي كل الأماكن. ولكن انفجار بيروت أتى ليقول مثل ما ذكرت بالأول أنه هذه خلاص، هذه النهاية. واليوم المعركة والاشتباك الذي يجري في الشارع، نعم. والبعض أن يقول أن الشعب اللبناني غاضب. نعم هو غاضب، هو صبر، وكان بالورد يقدم الورد للأجهزة الأمنية وللمؤسسات وللأشخاص في السلطة على أن ويطلب منهم تغيير كيفية العمل.
في 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 هذه السلطة، ولكن وصلت الأمور للنهاية. هذا الشعب اليوم يقول أنه لا رجعة، ما قبل أربع آب ليس كما بعده، بكل المعايير هذه السلطة سقطت. طيب ماذا فارس، ماذا عن اقتحام بعض المباني الرسمية، مبنى وزارة الخارجية على سبيل المثال في الأشرفية، أو حتى جمعية المصارف اللبنانية؟ نعم. طفل. هذه المباني هي مباني للناس، هي مباني للشعب اللبناني. كلمة اقتحام أعتقد أنها ليست المصطلح الأجدر أن نستعمله. ما يجري هو استرجاع هذه المؤسسات. هذه المؤسسات تم احتلالها من قبل سلطة ومن قبل منظومة محتلة. هذه المنظومة احتلت الناس واحتلت المؤسسات وعاثت فيها خراب وفساد لفترات. اليوم أتى الحساب، وكما عنون الثوار وعنوننا أن اليوم يوم الحساب. نعم هو يوم الحساب. المعركة طويلة مع هذا النظام. طيب أنت يعني ماذا يريد من في الشارع الآن في أصدر؟ فقط يريدون يعني أن ترحل الحكومة، حكومة حسان دياب، أما هو أكثر من ذلك يعني؟ العناوين السياسية اليوم هي لا تقتصر فقط على حكومة حسان دياب أو حكومة سعد الحريري أو بعض العناوين المتعلقة بحكومة هنا ووزارة هنا. العناوين اليوم تتعلق بإسقاط نظام، هذا نظام طائفي قتل الناس، عليه أن يرحل بكل رموزه. اليوم بحاجة لخطة عمل وخارطة الطريق تكون للناس فيها الكلمة، ويكون للشعب اللبناني هو وحده من يقود الصلب، من يقول الدولة. لا يمكن لهذا النظام أن يعود ويحكمنا. هذا نظام مجرم قاتل. اعرف ان انا 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 ما في دول العربية كان هناك رأس واحد، ولكن لدينا رؤوس، هذه الرؤوس مجرمة. يعني انا في حالة صراع، يعني في خلال هذه الايام كنا في حالة صدمة، ولكن اليوم هناك حالة غضب. هذا الغضب لم أراه من قبل في بيروت. طيب ما رأيك فارس؟ البعض يقول أن هناك محاولة لإسقاط ما يسمى بالدولة اللبنانية الآن من خلال ما يحدث في الشوارع، أو ما يسميه البعض احتلال أو اقتحام، أيا ما كان المسمى الصحيح لبعض المؤسسات الدولة. ما رأيك في هذا الكلام؟ عزيزي، هذه السلطة ما زالت تمارس البروباغندا تجاه الناس وتجاه الشعب. المؤامرة والمؤامرة هي من هذا النظام. لا يمكن للناس أن تقوم باقتحام، هي الناس تقوم باسترجاع هذه المؤسسات. هذه الناس تريد بناء الدولة، هم خربوا الدولة، هم سلطة خربوا الدولة، هم سلطة سرقوا خزينة الدولة وسرقوا أموال الناس. هذه السلطة هي سلطة مجرمة. المؤامرة كما ذكرت لا يمكن أن تكون من الناس، نابعة من الناس. المؤامرة دائما من النظام، وهذا ما نعرفه. لذلك سرديات وروايات النظام التي تقول بأن هناك اقتحام لإسقاط الدولة، أي دولة يتكلمون؟ طيب ما هو فارس البديل؟ أنتم لا تريدون حسان دياب ولا عون ولا يعني حزب الله ولا حتى المستقبل والحريري. السؤال يصبح ما بديل كل هذا؟ هذه هي الطبقة السياسية التي تحكم لبنان الآن ومن قبل يعني. العنوان الأساسي على هذه السلطة الرحيل، يمكن إيجاد وإنشاء حكومة هي وتأليف حكومة انتقالية أو بأي عنوان كان تدير المرحلة، بحيث أنه يجري تعديلات في السلطة التشريعية وفي السلطة التنظيمية، تتيح هذه التعديلات لتفعيل وإطلاق يد القضاء بداية، محاربة الفاسدين والمفسدين في هذه السلطة، محاسبة قادة الأجهزة وقادة وكل المدراء الذين عاثوا فسادا والذين قتلوا الناس وساهموا في التستر على من هم فاسدين. هذا ما الذي يجب أن يجري خلال هذه الفترة. نعم هناك عناوين تطرح ما ممكن أن يجري في المستقبل. أول شيء هناك محاسبة بحق هذه الطغمة الحاكمة. شكرا جزيلا فارس الحلبي الناشط بالحركة اللبنانية، كنت معي عبر الهاتف من ساحة رياض الصلح. على ما يبدو هناك خبر عاجل الآن على شاشتنا، السفارة الأمريكية في لبنان تقول: ندعم الاحتجاج السلمي للشعب اللبناني وندعو الجميع للامتناع عن العنف. السفارة الأمريكية في لبنان: ندعم الاحتجاج السلمي للشعب اللبناني وندعو الجميع للامتناع عن العنف. وتنضم إلينا الآن عبر سكايب من بيروت المحامية جويل بوعبود، عضو المكتب السياسي بحزب الكتائب اللبنانية. أحييك سيدة جويل، ودعيني أبدأ من رؤيتك لما يحدث في الشارع اللبناني الآن في وسط بيروت. كيف تشاهدين ما يسمى بحراك يوم الحساب الآن؟
مساء الخير استاذ طه. اولا ثانيا بكل صدق نحن كنا متوقعين هذا الامر بده يصير، وهيدي المظاهرات ترجع حتى اكثر من مظاهره، انه هيدي الثوره اللي من فتره شفنا انه ما كانت على الارض، العالم ما كانوا موجودين على الارض، كنا متوقعين ترجع تقوم بقوه لعده اسباب. السبب الرئيسي انه السلطه القائمه ما عم تسمع للشعب، والأزمة والدرام الكتير كبير اللي صار، المصيبة اللي حلت بنا من 4 أيام ووصلت لمحل أنه العالم ما بقى بدها تسكت، ما بقى عندها شيء تخسره. يعني على مدى 30 سنة هيدي السلطة فقرت، جوعت، سرقت، وذلت اللبنانيين، وهلأ عم تقتل اللبنانيين. بقى كلنا عم نقلها لهالسلطة صار لازم تفلي. نعم، دعينا نعود إلى الحزب، الكتائب اللبنانية. اليوم استقال نواب الحزب من البرلمان أو مجلس النواب اللبناني. هل تعتقدين أن هذه هي الخطوة الصحيحة الآن لحل الأزمة في لبنان؟ استاذ طه، لسوء الحظ نحن بلبنان معودين على منطق اللامسؤولية. يعني شو ما يصير بالبلد على طول المسؤولين منهم مسؤولين، يعني بينسوا انه هن مسؤولين على طول، هن ما لهم علاقه او مش على عهدهم صار هيدا الامر او الى اخره. نحن المسار تبعنا منه هيك، نحن من 4 سنين بس شفنا انه منا قادرين بقى نقوم باي عمل بداخل الحكومه، استقلنا. وهلا ذات الشيء بس شفنا انه هالبرلمان وجودنا فيه ما بقى عم بيأدي وظيفته، خاصه انه المصيبه اللي حلت فينا استاذ طه، ضمير العالم كله تحرك إلا ضمير المسؤولين تبعنا. يعني من غير المقبول أنه نحن يصير اللي صار فينا وما حدا يحس أنه لازم يعمل ولا أي عمل. يعني الاستقالة بتكون طبيعية ببلد بيحترم حاله وبمسؤولين بيحترموا حاله. جويل، يعني اسمحي لي، أنا كنت أستمع لبعض المسؤولين السياسيين منذ قليل أو حتى بعض أعضاء البرلمان ممن لم يستقيلوا ويحذون حذوكم، قالوا أن هذه الاستقالات هي بروباغندا إعلامية ليست أكثر ولا أقل، ويعني وستترك فراغ أكثر من الفراغ الموجود الآن في لبنان. كيف تردين على هذا القول؟ هذا الحديث سمعناه نحن وقت استقلنا من الحكومه، قالوا كمان هذا شيء شعبي شعبوي، وانه كل هدفهم انه يعملوا شعبويه، ورجعوا هن استقالوا. بس هن على طول عم بيلحقونا بمؤخرين، يعني هول الاشخاص رح يوصل الوقت ورح يرجعوا يستقيلوا، كل اللي عم بيقولوا لك انه هيدا منطق شعبوي، لانه الامور مثل ما هي رايحه، مش معقول واحد من بعد المصيبه اللي وعنا فيها توقع بكره ما كانه صار شيء. بعدين اذا هن استقالوا اللي عم بيقولوا شعبويين، اذا صار نص المجلس مستقيل، انت برايك استاذ طه انه المجلس النواب رح يمشي اذا نصه مش موجود؟ هو هلا وانجا ماشي، لهلا امتى عم تجتمع مجلس النواب؟ شو قادر يعمل؟ نحن حاولنا كل الطرق من خلال المؤسسات، كنا عم نقدم اقتراحات قوانين، طلبنا نحن من اول ما اندلعت ثوره تشرين، قدمنا اقتراح قانون لتقصير ولايه مجلس النواب، هيدا اللي هلا عم ينحكى فيه اليوم. طرحنا، سقط بمجلس النواب، ما كانوا يصوتوا عليه، كل شيء يعني رفع السريه المصرفيه كمان تفخخ، ما عم نلاقي نواب يقوموا بدور المحاسبه والتشريعي كله، بقى لا اكيد هلا صارت غير مرحلة استاذ طه. الشعب كثير تعبان، الشعب اللبناني مفجوع. نعم، هذا نراه بالفعل على الشاشات الآن سيدة جويل. أنا سأعود إليك بالتأكيد لمزيد من النقاش، لكن ينضم إلينا الآن عبر سكايب من بيروت النائب هادي أبو الحسن القيادي بالحزب التقدمي الاشتراكي، أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي بالبرلمان اللبناني. أحييك سيد هادي، وأبدأ معك من الخطاب الأخير لحسان دياب رئيس الوزراء اللبناني قبل قليل من الآن، والذي دعا فيه كل الطبقة السياسية، القوى السياسية، للاتفاق على حلول للأوضاع الحالية، وقال أنه لن يجلس أكثر من شهرين حتى يعني يعطي فرصة لوضع التصور قبل أن يفارق منصبه. هل تتفقون معه في هذا الطرح أم لا؟ مساء الخير، وبكل صراحة لم ولن نثق في هذه الحكومة، ولا يعنيني ما تناوله رئيس الحكومة. كل ما يعنينا الثوابت التي حددناها بالأمس والتي نصر عليها كمخرج للأزمة، عليه أن يبادر فورا من دون أي مناورة إلى الاستقالة.
ومن ثم فلنذهب سريعا باتجاه تشكيل حكومة حيادية ولا بأس أن تكون انتقالية، نقر سريعا قانون انتخاب على أساس لا طائفي ونذهب إلى انتخابات نيابية مبكرة. هذه هي بداية الحل وبداية التغيير. هذا هو ما دعا إليه سيد هادي، دعا أن الانتخابات مبكرة، دعا لتغيير القانون الانتخابي. هو نفسه قال أنه سيطرح مشروع قانون يوم الاثنين بعد غد على مجلس الوزراء. لا أعتقد أنه طرح تغيير قانون الانتخابات، قال سأتقدم بمشروع قانون لتقصير ولاية المجلس أو الانتخابات مبكرة. وبكل صراحة لا ثقة في هذه السلطة كي تدير عملية انتخابية، فلنأتي بحكومة حيادية تجري الانتخابات. الفراغ دائما هناك كلمة يعني يحب أن يتحدث بها من في السلطة، يقولون طيب عندما ترحل هذه الحكومة سيصبح هناك فراغ، من سيتولى المسؤولية؟ سيحدث اختلاف على من سيتولى المسؤولية وفكرة من هو الحيادي. ليس صحيحا. أذكر بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري أتينا بحكومة مؤقتة نظمت الانتخابات وذهبنا إلى الانتخابات في حينه. فنستطيع أن نأتي بحكومة حيادية تجري انتخابات تنبثق منها سلطة جديدة على مستوى البرلمان اللبناني ومن ثم على مستوى السلطة التنفيذية. ولكن السؤال، هل هذا كافي؟ هل تجزأ عملية التجديد في الحياة السياسية؟ ماذا عن رأس السلطة؟ هذا سؤال برسم كل الغيارة وكل الحريصين على التغيير نسمعهم كل يوم. وبالمناسبة أوجه التحية للشعب الغاضب، هذا نبض الشعب الغاضب الذي ثار نتيجة هذه الفاجعة والنكبة التي أحدث بلبنان والتي حولت بيروت إلى مدينة منكوبة ومدمرة. طيب يعني طب اسمح لي سيد هادي، لماذا لا تبدأون بأنفسكم؟ على سبيل المثال نواب الكتائب استقالوا اليوم من البرلمان، لماذا لا يعني تحذون حذوهم وتقومون بالاستقالة، تضعون هذه السلطة أمام مسؤوليتها؟ يعني لا يحسد الشرفاء والوطنيون على وجودهم في هذه الحقبة من الحياة السياسية، ولكن قدرنا أن نتحمل. ولكن السؤال، إذا أقدمنا اليوم على استقالة على مستوى الكتلة ماذا نحقق؟ ستدعو هذه السلطة إلى انتخابات فرعية بعد شهرين. نعم. بطبيعة الحال سنقاطع ولن نشارك، فسيكون الحال أن يأتوا من هم في المعارضة، من هم في السلطة اليوم ومن هم سبب المشكلة اليوم، ويزيد عدد يعني الفريق الحاكم، ونكون بهذه الحال نورث اللبنانيين مزيد من العباء ومزيد من الأثقال. المطلوب تغيير جذري. نحن لسنا متمسكين في السلطة، لا التشريعية ولا التنفيذية. ونحن ندعو وجاهزين من منذ الغد، إذا توفرت الإمكانية كي نسقط هذه الفترة بالمجلس النيابي، بمعنى عندما يتأمن 65 نائب نحن جاهزون لتقديم الاستقالة. أما أن نذهب إلى انتخابات فرعية هذا يكون خدمة للفريق الحاكم، وبالتالي طيب. نكون يعني نورط اللبنانيين بمشاكل إضافية. طيب ابقى معي سيد هادي، ودعونا مشاهدينا الكرام نتابع جانب من هذه التظاهرات في عدة مناطق بوسط بيروت التي جاءت تحت شعار يوم الحساب. مين على يرم الجيش؟ بعد علي. مين على يرم الجيش؟ شباب بلا هالحكي، نحن سوا رأيت وحدة هم مع بعض. مين على يرم الجيش هون؟ نحن مع بعض هون، ما دعنا أحد فينا. يا سيدي
عودة إليك سيدة جويل مرة أخرى، حسان دياب اليوم في خطابه قال أن البلاد لا تحتمل مزايدات والمطلوب ترك الحسابات الانتخابية السياسية جانبا. هل تعتقدين بالفعل أن هناك أطراف الآن سياسية داخل لبنان تحاول إشعال الموقف لمصالح انتخابية سياسية ليس أكثر ولا أقل؟ أستاذ تاهم، هلأ الصور اللي كنت حضرتك عم تعرضها والشهداء اللي بعدنا كل يوم عم يندفنوا، اليوم نحن كنا عم ندفن الأمين العام لحزب الكتائب، ومبارح دفننا شاب، وبكرة ربنا عنا شاب تاني عم ندفنه، وعنا بنت 3 سنين ألكسندر النجار عم يندفنه. هو العيب ينحكى بانتخابات وبحسابات سياسية. إذا في من حسابات هو من الحسابات عند الرئيس دياب وحكومته والسلطة اللي هو بيمثلها. بقى أنا بستغرب أنه بهيك مصيبة واقعين فيها بدل ما يتحملوا مسؤولياتهم ويستقيلوا ويعطوا مجال لحكومة فعلا حيادية وأخصائية لهي تحضر لانتخابات نيابية، قاعدين يفوتوا بهالأسلوب الفعلا رخيص ودم الشهداء بعده منشف. لكن اسمحي لي، على ما يبدو وأنت أدرى مني أن هناك إشكالية، هناك عدم ثقة في كل الطبقة السياسية من جانب الشارع اللبناني. صح. الآن هم قالوا جميعا يجب أن يرحلوا، والسؤال من سيأتي إذا كان هناك حالة شك وعدم يقين في كل الطبقة السياسية؟ استاذ، الاشخاص الكفؤين بلبنان كثير كتار، بس الطبقه السياسيه لازم تقتنع، يعني المشكله هون بالقناعه، لازم تقتنع انه هي فشلت وانه لازم تعطي دور لناس عن جد كفؤين، والبلد ما بيخلى من هالكفؤين. حضرتك بتعرف كثير منيح اللبنانيين وكفاءاتهم وكل الامور الحسنه عنهم، بقى هن بس واجباتهم انه يعينوا هول الاشخاص، يسموا بالاحرى هودي الاشخاص هن يقدروا يديروا هالأزمة اللي نحن مرئين فيها، لأنه هن أثبتوا فشلهم. يعني نحن منتعجب أنه عادة المسؤولين بس يفشلوا بيستقيلوا، نحن عنا كل ما يفشلوا كل ما يتمسكوا بالمركز أكثر وكل ما يزيد طريقة التعاطي. لا تعتقدين أن ما ذكره حسان دياب اليوم من انتخابات مبكرة تنتهي في غضون شهرين ويرحل بعد ذلك، ألا يبدو أن ذلك من الممكن أن يكون حل حتى ولو جاء متأخرا؟ كلا، لأنه لا ثقة، لأنه كل هالأشهر اللي موجود هو فيهم ما قدر يعمل ولا إنجاز، لأنه كمان قراره منه بإيده وتبين بعدة ملفات. بقى هو منه قادر يقوم بولا إنجاز، مشان هيك لازم يستقيل. أنا بتذكرك أول ما كمان اندلعت ثورة تشرين، الرئيس الحريري وقتها طلب فترة أنه هو رح يقوم بكل هول الإنجازات، وقتها الشعب قال له لا بدك تستقيل، لأنه كان عندك العشرات السنين والسنوات انك تقدر تقوم فيهم وما قمتوا فيهم، ليش هلا بدنا نصدقك؟ وهيدا ذات الشيء الناس عم بتقله للرئيس حسن الدياب، انه انت ما قدرت تقوم بولا خطوه اصلاحيه، قانون كابيتال كنترول ما قدروا يعملوا، ملف معمل سلعاتك كان معارض عليه رجع مشي فيه، التعيينات المحاصصه مشي فيها، منه قادر يقوم بولا اصلاح. مشان هيك الناس اول ما تعينت حكومه الرئيس دياب كانت حابه تعطي فرصه، في كثير عالم يقولوا لا خلونا نعطي فرصه يمكن بيمشي الحال، يعني اجت الخيبه اكثر. طيب. يعني مشان هيك بس تجي المشكله من شخص هو جزء منا ما رح يقدر يحلها. طيب انا اريد ان اذهب بهذا الكلام الى السيد هادي ابو الحسن القيادي بالحزب التقدمي الاشتراكي، كيف تحل ازمه الثقه في الطبقه السياسيه؟ انتم جزء من هذه الطبقه السياسيه بالطبع سيد هادي، يعني كيف تحل ازمه الثقه بين الطبقه السياسيه وبين الشارع والحراك اللبناني الان؟ يعني مسألة الثقة مسألة معقدة جدا، وهذا ما يغير الواقع هي الممارسة. بكل أسف اليوم هناك فريق يحكم ويزداد غطرسة وتعجرف، وأكبر دليل أننا كنا بالأمس أمام كارثة ونكبة حقيقية، وطلبنا بلجنة تحقيق دولية، رفض هذا الفريق بكل أطيافه وحاضنته باعتبار أنه هو سيحقق. كيف يحقق من هو مدان؟ هم مدانون بما حصل في لبنان كسلطة. إذن السلطة الثقة مفقودة بين الشعب والسلطة وبين أطراف ومكونات السياسية في لبنان. الحل بسيط، الشعب هو مصدر السلطات، فلنذهب إلى انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون لا طائفي، وهذا يحتاج إلى حكومة حيادية لفترة محددة تشرف على هذه الانتخابات،
ولكن ما أود أن أقوله هو أكثر من ذلك. هل نكتفي برئاسة الحكومة وبالحكومة وبالمجلس النيابي ونعتبر أننا غيرنا في السلطة؟ أليس لهذه السلطة رأس هرم؟ وهل رأس الهرم هو من المحرمات والمقدسات؟ بالنسبة إلينا ليس هناك مقدسات في لبنان، لا بالموقع ماذا تقصد؟ تقصد أن المشكلة الآن ليست في حسان دياف فقط والحكومة، المشكلة في عون، في الرئيس اللبناني ميشيل عون، هل تقصد ذلك؟ نعم، لنكن صريحين، رأس السلطة إلى أدنى مستوى في السلطة هناك مشكلة ثقة. وهنا الدعوة للأخوة في حزب الكتائب وإلى كل القوى السياسية المسيحية إلى البطريركية أن نتخذ القرار الوطني، وهم وطنيون وأقحاح وهم يعرفون مصلحة الوطن، وأن نجري عملية التغيير من الأعلى حتى أسفل الهرم، ونحن إلى جانبهم ومن خلفهم، ولكن لن نزايد. هناك تجربة حصلت عام 2005 لم تكن مشجعة في هذا الإطار. طيب اسمح لي سيد هادي، وأنت تتحدث عن الرئيس عون وعن عفوا، يعني منذ قليل القيادي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر قال أن هناك استهداف مباشر لتيارنا ونحن الوحيدون الذين لم ندخل في محاصصة، ويقول أيضا أن بعض من في الشارع يصوبون في وجه فريق واحد هو فريقنا. ما رأيك في هذا الكلام؟ أعذرني، كلام لا قيمة له. كلمة للناس، الشعب يختار، فلندع الشعب يختار مجددا، كلنا تحت محاسبة الشعب، فلتكن الكلمة الأولى والأخيرة له وليس لذلك أو لذاك. طيب، على أي حال أشكرك شكرا جزيلا السيد هادي أبو الحسن القيادي بالحزب التقدمي الاشتراكي، كنت معي عبر سكايب من بيروت. وعودة إلى جويل مرة أخرى. سيدة جويل، فيما يخص بعض المظاهر التي شاهدناها اليوم في بيروت، اقتحام لمقر وزارة الخارجية لجمعية المصارف، البعض يرى أن هذه هي بدايات انهيار ما يعرف بالدولة وبالمؤسسات، ويتخوفون من دخول لبنان في حالة من الفوضى لا تنتهي. هل تعتقدين ذلك؟ أستاذ طه، البلد بفوضى أصلا، يعني الفوضى موجودة والدولة منهارة. يعني مش هلأ اللي عم بيصير هو اللي راح يسبب هذا، اللي عم بيصير هو نتيجة انهيار الدولة وانهيار المؤسسات. لو البلد ماشي ومؤسساته وفعلة مثل ما لازم، المصيبة اللي صارت ما كانت بتصير. هيدا منه إهمال عادي، هيدا اللي صار جريمة، وهيدا نتيجة تفكك الدولة بكل مفاهيمها. يعني إذا بنطلع نحن بشو هي مقومات الدولة بلبنان، ما بقى منا شيء. بقى هيدا اللي عم نشوفه بالشارع نحن، هيدا الغضب، هيدا طبيعي. وأنا برأيي هيدا الغضب تأخر، لأنه السلطة مش عم تسمع للشعب. الشعب اللبناني نطر كتير، يعني كان في اتهامات للشعب، يعني عم نقول ليه ما عم بيقوم، ليه ما عم بيثور، لو هيدا المشاكل عم بتصير بغير بلدان كان ثار من زمان. الشعب اللبناني لأن كان على طول متعود أنه يتكل على حاله مش على الدولة، صار كان عنده نوع من يعني مثل التطبيع، إذا فينا نقول، مع الحال اللي هي فيها، لوصل لمحل أنه ما عادوا يرحموه. يعني من بعد أنا أريد أن أناقشك في إشكالية لبنان، البعض يراها أعمق من فكرة تغيير حكومة أو رئيس، يراها في أن ما بني به هذا النظام هو الإشكالية الحقيقية، المحاصصة الطائفية، هذه هي إشكالية لبنان الحقيقية. هل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح، وهذا الشيء اللي أثبته يعني النظام اللبناني، خاصة من اتفاق الطائف. يعني لحد هلا أثبت إنه نحن يعني الدولة ما عم تقدر تكون فعالة مثل ما لازم. لازم أكيد يصير في إعادة نظر بكل النظام اللبناني. يعني نحن منقول إنه مزبوط نحن دولة مدنية، بمعنى إنه منا دولة دينية ومنا دولة عسكرية، صح، بس ولكن بالممارسة الفعلية ما عنا مقومات الدولة المدنية. مشان هيك منشوف المواطنين يلجؤون دائما إلى طوائفهم وليس إلى الدولة اللبنانية. نحن اللي عم نحاول نعمله أنه نبني هاللبنان الجديد، لبنان يكون المواطن اللبناني عارف أنه دولته هي وراء وليس الطائفة هي وراء. وهيك بتخلق، وهيدا الشيء اللي خلق، بلشت تخلقه ثورة تشرين، خلقت نواة مواطنة. نحن ما لازم نخليهم يدمروها، لازم نبني عناية
نبني عليها حتى نقدر ننتقل لنظام جديد. النظام مثل ما هو أثبت فشله، كل 15 سنة عندنا حرب. نعم. لبنان ما قدر يقوم. تمام، وضحت الفكرة. أنا أشكرك شكرا جزيلا جويل أبو عبود، عضو المكتب السياسي بحزب الكتائب اللبنانية، كنت معي عبر سكايب من بيروت. وما زلنا في بيروت، ينضم إلينا من هناك عبر سكايب الدكتور نزيه الخياط القيادي بحزب طيارة المستقبل. وحييك دكتور نزيه، ودعني أبدأ من تظاهرات يوم الحساب. كيف شاهدتم في طيار المستقبل هذه التظاهرات اليوم؟ سيدي الكريم، هذه تظاهرات هي نتيجة طبيعية ومنطقية للنكبة الكبرى التي أصابت لبنان بمدينته وبمرفئها. فعندما يتم تدمير ثلث العاصمة بشكل مباشر، وغالبية مناطق وأزقة وأحياء ومباني العاصمة وضواحيها بشكل جزئي، فلا نتوقع أن تكون هناك عملية هدوء وعقلانية. إنه يوم الغضب بامتياز، ولكن مع الأسف في ظل هكذا تحركات شعبية، معروف أنه يتسلل بعض المتضررين من هذه الصرخة من المطالبين بالمحاسبة الكاملة لمعرفة من هم المسؤولون عن التفجير، من هم الذين أهملوا هذه المسألة، هل هناك خلفيات خارجية، هل هناك عمليات تخزين كما يروج لأسلحة. فهي معطيات، فهي تساؤلات المجتمع والشعب اللبناني بحاجة إلى أجوبة عنها. هل هو اعتداء إسرائيلي كما يتم الحديث عنه، بأن هناك أصوات طائرات سبقت الانفجار هي التي أدت إلى هذا الاعتداء، وأسباب هذا القصف، ولماذا؟ طيب. إذن هناك إشكالية حقيقية، وهي بالنهاية تؤكد أن ما وصلنا إليه، وعلى افتراض بحده الأدنى أن هذا التفجير الذي حصل هو بفعل إهمال، هذا يدل على أننا وصلنا إلى ذروة تفكك وتحلل الدولة بالفساد وفي التعمية عن المسؤولين وتحلل الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها. طيب دكتور نزيه، هل ما ذكره أو ما أعلن عنه حسان دياب اليوم من الممكن أن يعني يكون مدخل للخروج من الأزمة؟ الرجل دعا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وقال سأعرض مشروع قانون بهذا الشكل بعد غد الاثنين على مجلس الوزراء، ودعا كل الأطراف المسؤولة للاتفاق على حلول للأوضاع الحالية في غضون شهرين ليس أكثر. هل تعتقد أن من الممكن أن يكون هذا مدخل لحل الأزمة أم لا؟ سيدي، كلمة الرئيس حسان دياب لا يعد كونها كلمة تقطيع وقت مستقطع بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات غير المعلنة كما يقال تحت الطاولة مع الفرنسيين، أو محاولة امتصاص نقمة الشارع للوصول إلى نفس النتيجة وإجهاض هذه الحالة الغضب كما حصل مع انتفاضة 17 تشرين. ولكن كان الملفت ما توقفني عند كلمة الرئيس دياب هو أنها تقريبا أتت مطابقة بعناوينها الأساسية لكلمة أمين عام حزب الله أمس، ما عدا نقطتين. النقطة الأولى هو اقتراحه إجراء انتخابات، تقديمه لمشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وهذا إذا عدنا بالذاكرة، عندما كلف وألقى بيان الثقة رئيس الحكومة حسان دياب، أعلن تعهده بأنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النيابي في أول جلسة، ومر علينا 6 أشهر ولم يتقدم ولم يبصر هذا المشروع النور، فبالتالي لا ثقة بهذا التعهد. ثاني مسألة طرحها هو أنه قال بكلمته الأخيرة أنه سيعطي مهلة شهرين، ولكن لم يحدد ماذا سيفعل خلال هذين الشهرين في حال لم يتم التوافق على إجراء الإصلاحات.
علما بأنه هو شريك أساسي في وضع العقبات في الإصلاحات أو تمام. الجزئية التي تبناها بالأول ثم عاد ونكس بها. ونعود بالذاكرة موضوع التعيينات في المالية وتعيينات المجلس القضاء الأعلى الذي تضامن مع رئيس الجمهورية ووضع هذه التشكيلات المستقلة التي قام بها مجلس القضاء الأعلى بكل استقلالية وبعيدا عن المحاصصات السياسية، إلا أنها وضعت بأدراج رئاسة الجمهورية. ابقى معي دكتور. عن أي إصلاحات فبالتالي هذا التطابق هو إن دل يدل على أن هذا الفريق المحيط برئيس الحكومة حاليا هم معظمهم ومعروفون بأنهم على علاقة وثيقة وتمت تسميتهم من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر تمام. بحدود أقل. دكتور نزيه ابقى معي سأعود إليك. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من ساحة الشهداء ببيروت زاهر الكسار الناشط بالحراك. أرجو منك زاهر أن تطلعني على طبيعة الأمور لديك الآن، ماذا تشاهد في ساحة الشهداء؟ أول شيء بدي أقول لك يسعد مساك من ساحة الشهداء ومساء الخير لكل اللي عم يحضرونا والمستمعين. الحقيقة اللي عم يصير هو بساحة الشهداء هلا هو جريمة بحق لبنان للتاني مرة، يعني الجريمة اللي حصل بحق اللبنانيين هو اللي حصل بالأشرفية بحق المواطنين كلها، واليوم الجريمة الثانية اللي عم تحصل من الدولة اللبنانية بحقنا كلنا سوا، بحقنا كثوار، حقنا ننتفض، حقنا ننزل على الساحات، حقنا ننزل على كل الوزارات. ما في شيء اهم من البني ادم اللي صعد من 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 صوره الاطفال اللي سقطت عليها الازاز، الضحايا اللي بالمستشفى، يجي كرمال بينا او كرمال مجلس نواب هو ساقط حكما هو رئيسه، يجي يقوصوا علينا بالرصاص الحي، يجي يهجموا علينا حتى بالعصي، حتى ما خلوا شيء يعني. وانت تحدثني زاهر، هناك خبر عاجل اريد ان انوه عنه وساعود اليك زاهر لاستكمال ما بدات. مراسل الجزيره، الجيش اللبناني يقتحم مبنى وزاره الخارجيه في بيروت ويخرج المتظاهرين منه. اذا الجيش اللبناني يقتحم مبنى وزاره الخارجيه في بيروت ويخرج المتظاهرين منه. اذكركم انه قبل ساعات كان عدد من المتظاهرين، البعض يتحدث انهم قدامى عسكريين، اقتحموا مبنى وزارة الخارجية واستطاعوا الدخول إليه، وما يبدو يعني كان في حوزتهم لعدد من الساعات. الآن الجيش اللبناني أخرجهم من داخل وزارة الخارجية. لا نعلم ما الذي حدث أيضا داخل جمعية المصارف التي استطاع بعض المتظاهرين الدخول إليها. عودة إليك زاهر فيما يخص اقتحام الجيش اللبناني لمبنى وزارة الخارجية إخراج المتظاهرين، لديك معلومات أو مشاهدات بالنسبة لهذا صحيح. الخبر؟ صحيح. نحن معركتنا ما مع الجيش اللبناني. نعم. نحن ما عندنا مشكله الجيش اللبناني يستلم الحكم كله بلبنان كثوار، ونحن لنا ثقه فقط بالجيش اللبناني، انما حكومه حسان دياب اللي تعينت من الاحزاب تعيين علينا، يعني انتخابات منهم منتخبين، تعينوا لحتى يسرقوا البلد، لحتى ينهبوا البلد، لحتى يقعدوا على الكراسي بس منظر، وقت اللي بدل الصوره هي بتنقلب مثل ما بدهم الاحزاب، وقت اللي بدهم بيحطوها بوش العالم. نحن هي السلطه وحتى العهد القوي حتى رئاسه الجمهوريه كلهم ما بنعترف فيهم. بعتقد اليوم تحت الشهداء كانت عم تقول له رساله واضحه لرئيس الجمهوريه ولصهر جبران بكير ولكل الاحزاب، مدى الحدا ما يعني اسف على التعبير، مدى الحدا ما حكي كلام بحقهم زبر حكي، بيكفي. شو بينفع مال الديني حد انه انت تكون عندك كرامتك تكون احترامك بين الناس، ما حد بيستر ينزل على الشارع على الساحه يوقف بين الثوار. انا رسالتي واضحه لكل الرؤساء اللي عم تدعم لبنان، يدعموا الشعب ما يدعموا هي الحكومه، يدعموا الرؤساء، الرؤساء الموجودين، الرؤساء اللي على الارض هي الثوار، ما يدعموا هي الحكومه، لانه ما بنعترف بالحكومه ولا بنعترف برئيس الجمهوريه ولا بكل الموجودين، حتى النواب اليوم استقالوا البعض منهم، كمان لازم الباقي يكونوا يستقيل. زاهر ابقى معي عفوا للمقاطعه زاهر، هذه مشاهدينا الكرام هذه الصور تاتينا مباشره حيه ومباشره من مقر وزاره الخارجيه اللبنانيه والذي تم اقتحامه منذ ساعات قليله من قبل بعض المتظاهرين، الا ان الجيش اللبناني على ما يبدو نجح في اخراج المتظاهرين من داخل مبنى وزاره الخارجيه كما تشاهدون هذه الصور التي تاتينا حيه
حية ومباشرة من أمام مبنى وزارة الخارجية اللبناني. الجيش اللبناني يقتحم المبنى بالفعل ويخرج المتظاهرين منه. منذ قليل كانت الجزيرة داخل مكاتب وزارة الخارجية وكانت مع المتظاهرين في الداخل. البعض قال أنهم عدد من قدامى العسكريين قاموا باقتحام المبنى والاستيلاء عليه لعدد قليل من الساعات. لكن على ما يبدو أن الجيش اللبناني نجح في إخراج المتظاهرين والسيطرة على مبنى وزارة الخارجية. هناك حديث أيضا على أن بعض المتظاهرين دخلوا إلى جمعية مبنى جمعية المصارف وسيطروا عليه. لا نعلم هل استطاع الجيش أن أيضا يخرجهم أم لا. لكن هذه صور حية ومباشرة تأتينا من مقر الخارجية اللبنانية ببيروت. والجيش اللبناني الآن أو عدد من أفراد الجيش اللبناني يدخلون إلى هذا المبنى ويقول يقومون بإخراج المتظاهرين منه. أترككم الآن مع هذه الصور الحية والمباشرة. جبران ما تبعد ما تبعد ما تبعد. كسخت الكهرباء. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتابع معكم هذه الصور الحية والمباشرة من داخل مقر الخارجية اللبنانية. وقد استطاع الجيش اللبناني اقتحام مبنى وزارة الخارجية في بيروت وإخراج المتظاهرين منه كما ترون في هذه الصور. قبل قليل بعض المتظاهرين اقتحموا المبنى واستطاعوا أن يكونوا بداخله لعدد قليل من سعد وينضم إلينا. لكن قبل أن ينضم إلينا دعوني أعود للدكتور نزيه الخياط. فكرة اقتحام بعض المباني الوزارية والمؤسسات الرسمية، كيف ترى هذا المشهد؟ هل هو منطقي، حالة غضب طبيعية تترجم على أرض الواقع، أم أنه من الخطورة بمكان؟ سيدي، حالة الغضب، يعني كيف، ماذا سنتوقع؟ وأنا لا أبرر ولا أدافع، ولكن أنا أقرأ كتشخيص. هناك أكثر من 150 شهيدا لبنانيا مدنيا، هناك أكثر من 6000 جريح، آلاف الشقق المدمرة والمتضررة، 300,000 مواطن بلا مأوى. فبالتالي لابد من أن يكون هناك بعض الأطراف التي لن تستطيع ضبط التكيف مع نتائج هذا الحدث الجلل وتقوم. لا شك أنا
هناك قائمين، هناك بكل مظاهرات ضخمة وحاشدة يتم هناك تسلل للمشاغبين، أو يكون هناك خطأ في تقدير الحسابات للممارسة على الأرض. والملفت أن مثلا وزارة الخارجية التي قام باحتلالها هم قدام المؤسسة العسكرية، وخلال الساعات الماضية كانت تصلني المراسلات حول أن المفاوضات جارية بين الجيش والأطراف الموجودة داخل المبنى، وباعتقادي وبتقديري أنه تم التوافق والانسحاب من هذه. جميل، وغالبا هذه الصور نراها في هذا السياق دكتور نزيه، لكن يعني دعني أرحب بالسيد ريشار قيوم جيان وزير الشؤون الاجتماعية السابق والقيادي بحزب القوات اللبنانية. سيد ريشار أهلا بك معنا، ودعني أبدأ من الصور التي نعرضها الآن. سيد ريشار، فكرة إخراج المتظاهرين من قلب مبنى وزارة الخارجية، من الأصل فكرة اقتحام المؤسسات أو احتلالها من قبل المتظاهرين إذا صح هذا التعبير، تتفق مع مثل هذه الخطوات أم لا؟ يعني نحن نعيش في زمن ثورة منذ 17 تشرين الأول، وبالتالي بعد أكثر من 6 شهور، يعني بعد حوالي 7 أو 8 أشهر من الثورة ومن وجود الحكومة، لم يرى الناس أي نتيجة، وبالتالي من الطبيعي هكذا التصرفات يعني يقوم بها الشعب على أمل أن تبقى سلمية وأن لا يتم تدمير هذه المؤسسات. بالنهاية هذه مؤسسات الشعب قبل أن تكون مؤسسات القطاع العام، وبالتالي الحل هو بتغيير كل هذه السلطة. لكن ألا تتخوف أن البعض من الممكن أن يرى في ذلك تبرير لمثل هذه الأعمال؟ ألا تتخوف أن يأتي فصيل ما بشكل أو بآخر تحت غطاء هذه التظاهرات ويقوم باحتلال المؤسسات الرسمية يعني ويأخذ منح التظاهرات إلى مكان آخر غير سلميته إلى آخره؟ أكيد نحن نرفض أن تتطور إلى أحداث شغب وإلى أحداث عنف، وبالتالي مع الإبقاء على الإطار السلمي لهذه التحركات، وبرأيي القوى الأمنية والجيش اللبناني يقوم بحفظ الأمن العام في البلاد، فدعنا نذهب مباشرة إلى هذه التحركات. الشعب يطالب تغيير الطبقة الحاكمة. طيب الصوت يتقطع للأسف مع السيد ريشار قيوم الجيان القيادي بحزب القوات اللبنانية، سنعود إليه حال كان متاح. عودة إلى الناشط بالحركة اللبنانية زاهر الكسار إذا كان ما زال معنا. زاهر، فكرة اقتحام المنشآت الرسمية البعض يراها غير جيدة، من الممكن أن تنحو بمنح الحراك إلى طريق لا يتسم أولا بفكرة النزاهة أو فكرة السلمية التي يعلن عنها دائما الحراك، ما رأيك أنت؟ زاهر؟ طيب أيضا زاهر غير متاح معي. عودة للدكتور نزيه الخياط مرة أخرى، أنتم في المستقبل في طيار المستقبل دكتور نزيه، ما رؤيتكم لحل الأزمة الحالية إذا كنتم ترفضون الرؤية التي طرحها اليوم رئيس الوزراء اللبناني؟ كيف ترون الأمور؟ كيف تخرج لبنان من أزمتها؟ سيدي، أولا لم يطرح حسان دياب رؤية في الحقيقة، هو طرح عناوين مكررة مقتبسة من كلمة السيد حسن نصر الله. الرؤية هي يجب أن تكون من موقعه كرئيس الحكومة، هو برنامج عمل الحكومة من خلال رؤية سياسية واقتصادية ومالية وتنموية متكاملة، وهذا لم يحصل لا في البيان الوزاري ولا في الخطة الإصلاحية التي هي خطة فاقدة لغاية الآن. لم يتفقوا ضمن أهل الحكم وضمن أهل السلطة المكونة للسلطة الحالية وللحكومة الحالية، لم يتفقوا على الأرقام التي يفاوض عليها للمفاوضة عليها مع البنك الدولي، فبالتالي هذا تخبط ما بعد. طيب إذا هذا تخبط، أنتم في المستقبل تيار المستقبل كيف يرى حل الأزمة دكتور نزيه؟ نحن تقدمنا من خلال مشروع، كان تيار المستقبل أو الرئيس الحريري تقدم من خلال مؤتمر سادر بالتزامات وتعهدات إصلاحية للنهوض الاقتصادي والإصلاح في بنية الدولة اللبنانية
المشروطة، لأن المجتمع الدولي سواء كانت الدول العربية قاطبة المقتدرة منها والدول الأوروبية والولايات المتحدة والاتحاد الروسي، جميع هذه الدول كانت قد ربطت شرط الإصلاح ثم الإصلاح ومعالجة مشكلة الهدر الأساسي ألا وهو الكهرباء، وهذا ما استعصى، وهناك استعصاء مقصود من الممسكين بهذه الملفات، فبالتالي توقف ساد وتعطلت الحكومة ولم، وعندما كان وكل مرة كانت تطرح موضوع الإصلاحات البنيوية كان يتم رفضها. لذلك يا سيدي من دون إصلاحات بنيوية في إعادة تكوين السلطة أولا من خلال انتخابات نيابية مبكرة، ثانيا من خلال برنامج إصلاحي حقيقي لإعادة هيكلة أجهزة الدولة ككل. يعني أنا عاد إلي السيد ريشار، لكن قبل أن أذهب إليه دكتور نزيه، وبشكل واضح وصريح أنتم كنتم في السلطة وما زلتم حتى بشكل أو بآخر قريبين منها، لماذا لم تقوموا بهذه الإصلاحات البنيوية التي تتحدث عنها أنت الآن؟ واحد يعني نظام انتخابات حزبي، وكان تيار المستقبل هو الذي شكل حكومته لصح هذه الفرضية، وإنما نحن كنا أقلية في حين غالبية الأكثرية داخل مجلس الوزراء كانت تستعصي علينا بموضوع الإصلاحات، ما عدا بعض القوى السياسية التي كانت تقف معنا ولكن لم تكن تشكل الصقل لتطبيق وتنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي. طيب دعني أذهب إلى السيد ريشار، عاد إلينا الآن سيد ريشار فيما يخص، ودعني أذهب لحديث رئيس الوزراء اليوم. رئيس الوزراء بيقول ببساطة شديدة دعونا نذهب إلى يعني حل انتخابات مبكرة لعله يخرج لبنان الآن من الأزمة الحالية مع قدر من التوافق بين الطبقة السياسية، تتفق مع هذا أم لا؟ يعني نحن اليوم بعد هذا الزلزال والانفجار الكبير وهذا العدد من الشهداء والجرحى وبعد تدمير بيروت، نحن في مكان آخر اليوم، نحن بحاجة إلى تغيير كل هذه السلطة، يعني السلطة المتحكم بها اليوم في الثنائي حزب الله والتيار الوطني الحر، وقد فشلوا في إدارة شؤون البلاد، خلاص نحن اليوم في مكان آخر، نحن بحاجة إلى سلطة جديدة، هذه السلطة تنبثق من خلال انتخابات نيابية مبكرة، من خلال تغيير الحكومة وحتى تغيير رئيس الجمهورية، خلاص نحن بحاجة إلى كل مكونات هذه السلطة، نحن بحاجة إلى تغيير عام في البلاد، لأنه يعني بالنهاية يجب أن نرى وجع الناس وألم الناس ومعاناة الناس، في آلاف مئات الآلاف من اللبنانيين اليوم من البيروتيين بلا مأوى بلا مسكن بلا مأكل، وبالتالي خلص الحل هو بتغيير كل هذه الطبقة السياسية، والحل هو في الانتخابات المبكرة اليوم وليس غدا. من الذي يقود هذه؟ ما سيصبح هناك إشكالية أخرى، من الذي الحيادي الذي يؤتى به لقيادة انتخابات يرضى عنها أكثرية وليس ليس ليست المرة الأولى، يعني ممكن الاتفاق على حكومة انتقالية تؤمن الانتخابات النزيهة بإشراف الأمم المتحدة هذه المرة، يعني يجب أن نكون على حذرين من 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 أي سلطة ممكن تأتي في مراقبة دولية اليوم على لبنان، يعني لا يكفي أن نطلب إعانات دولية ومساعدات مالية من الأمم المتحدة ومن الأوروبيين ومن الأمريكان ومن دول الخليج. طيب لماذا لا يدخل جميع منح الكتائب اليوم فكرة يعني الاستقالة من مجلس النواب اللبناني؟ إذا استقال عدد من الكتل السياسية من النواب مجلس النواب، إذا ستضعون هذه السلطة أمام مسؤولياتها الحقيقية للذهاب إلى انتخابات مبكرة، لماذا لا تقومون بهذا الأمر؟ نحن اليوم نقوم باتصالات مع كل الفرقاء المعنيين، يعني مع تيار المستقبل، مع الحزب التقدم الاشتراكي، مع كل الأطراف السياسية، ليكون للاستقالة تأثير معنوي كبير يؤدي إلى انتخابات نيابية مبكرة، ماذا وإلا قد لا يقومون بهذه الانتخابات. أضف إلى ذلك نحن اليوم بحاجة إلى البقاء في المجلس النيابي، لأنه اليوم نحن أمام تحقيق دولي
لما حصل مؤخرا في 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 بيروت من هذا الانفجار، وبالتالي نحن سنقوم بتوقيع عريضة نيابية لذهابها إلى الأمم المتحدة لكي يقال إلى تحقيق دولي. وبالتالي لم ينتفي بعد ما في المجلس. الخلاف الوحيد مع الفرقاء الآخرين هو في توقيت الاستقالة، ماذا وإلا نحن متفقون وإياهم على تغيير كل هذه السلطة القائمة. ريشار قيوم الجان القيادي بحزب القوات اللبنانية كنت معي عبر الهاتف من بيروت، كما أشكر ضيفي عبر سكايب من بيروت أيضا الدكتور نزيه الخياط القيادي بحزب طيار المستقبل. التغطية مشاهدين الكرام ما زالت مستمرة، بعد قليل ستنضم إليكم لمواصلة هذه التغطية الزميلة حياة اليماني، وأترككم الآن مع هذه الصور الحية والمباشرة والتي تأتينا من العاصمة اللبنانية بيروت. أو خدمين معي أو أنا خدم معهم. في أربعة من الجيش شهداء، في أربعة شهداء تحت. هاي السلطة اللي عم تدافع عنا، هاي السلطة اللي عم تدافع عنا، هول الوزراء، هاي الوزراء هول عم يروح منكم الشهداء. صرنا ثلاث أيام ما شفنا حدا منكم واقف معنا تحت، جايين توقفوا بوجهنا. أوعى تفكروا إنه هول الناس ضدكم. بيوت عالم، جايين توقفوا بوجهنا. لما عم نطالب عم نطالب منكم. جايين توقفوا بوجهنا نحن. كل شيء موجودين راح يكون شهداء، شهداء راح يكون شهداء، شهداء. بدي اخبركم شغله، لحظه بدي اخبر شغله للشباب للعسكر. انتوا على بكره اذا لا سمح الله واحد منكم صار عليه شيء واستشهد، ما انتم تنحرم من معاشه. انتوا اذا كنت فوق 18 سنه تنحرم من معاشه. لا تفهموا انتم عمين عم تدافعوا، لا تفهموا الوزارات شو عم تعمل فيكم. اذا لا سمح الله واحد منكم استشهد، ما بنتمنى حدا ممكن يستشهد. اوعى بينكم نفكر هيدي بدلتك، بدلت بدل الشرف، بدلت التضحيه، بدلت وفاء. بس مش عشانك اولادك واخواتك، نحن عم ندافع عن شرفكم. إذا على فكرة صار عليك شيء مرتك بدها تتبهدل، وبنتك بدها تتبهدل، وأمك بدها تتبهدل. لك نحن رح نعمل لكم معاشات، رح نعمل لكم تحقيق وشغل ووطن وبلد ومحترم وقضاء عادل. انتوا شو هالبلد شباب؟ نحن لما كنا بعمركم كنا نقول لسه بكير على التقاعد، سألتم منا كنا نقول لسه بكير على التقاعد، تثبتنا على التقاعد حسينا بالقهر. نحن مقهورين عليكم، مقهورين على اولادنا مثل ما مقهورين عليكم. اوعى تفكروا انتم انتم اولادنا، انتم خادمين معنا كلكم، ما في حدا منكم اللي خادم معنا. مشان هيك يا شباب لما ترفع ايدك على واحد من هول عرف انك عم ترفع ايدك على بيك، على خيك، على ابن عمك، على ابن دورتك. اوعى بالكم عبكرة ممكن تطلعوا تقاعد وتصيروا مثلنا. اوعى بالكم تصدقوا هول الكلاب، هيدي سلطة كلاب، اوعى تصدقوها. كلكم انتوا عسكر بتفهموا، وانا بعرف انتوا شو عارفين شو عم بحكي، عارفين شو عم بحكي. نحن بنعرف عنكم اوامر، ما عم اقول لك انا خالف اوامرك، بس بالرفق، بس بالرفق. عنده امر يفتح طريق يسكر طريق، بس مش يتوسخن ويضرب العالم. انتوا تابعين لسلطه سياسيه ما بايدكم، كنتوا ضباط ولا رتبة ولا افراد، عارفين ما بايدكم. بس شوي شوي على الناس، شوي شوي على الناس. احنا منا اعداء. حضره العميد عم نشوف هلا العسكريين المتقاعدين امام العسكريين يلي هن ابن هالولاد. شو الرساله اللي عندك فيها لهم؟ انت زعيم عامل لك وصله فتح الجيش، مش كرمال زوايد عيونك. بس فينا فينا نسمع العميد، فينا نحكي كلمه؟ العسكريون ابنائنا واخواتنا. ما حدا ابنائنا ولا حدا اخواتنا. هيك انت بدك تشوي، مين اذا انت متقاعد؟